إلى لاحظتوا راح نسمعوا الطق. هذا كي يدير الطق ها هو لاصق هنا ويتقع الطق إلى لاصق هنا عاوتاني كاين طق طق يدير بحال الكليكي طق طق هو السبب تاعو هي اللوطو. أي واحد ملي كيحط اللوطو كيحط الجرارة تكون مسقدة هاك مسقدة يعني ما خصهاش تقعد الجرارة مبراكة أي واحد كيخليها مسقدة سي بور سا تقول كيكون في واحد البلاصة دوك لي بي بحال هكا الرولما لي البي كتلصق في الكاج كتبورتي في الكاج كتولي فيها بحال الحفرة كتلقى النبرية ديال الطق عاد تزيد عاد كاين ندير الطق بحال هاد الحفوف الطق بحال هكا عاد تزيد سي بور سا تبقى دير هذا هاد الحس تحس بهاد كل بلاصة توقف ما بين البيسول اللي كاين ما بين البي والبي دير طق طق هنا خصنا نشونجيو لي رولمون سينو غادي يبقى لنا الديريكسيون قاسح هادو دوك كيخليو الديريكسيون قاسح خصك ما تبدلوش الرولمون تبقى ديما الديريكسيون قاسح هادشي اللي كان كان المرة اللي كنلقاو كليماير فيه ديفو كيكون قاسح بالكليماير ما خدامش هيدروليك مثلا هذا كان المرة اللي كيكون نورمال كيكون ميت الكليماير هو كيقصح الفولا مي في هاد النوع في هاد الديفو هذا لقينا المونتيسور ولقينا حويجات روتيلات صوالح هادو غادي نشونجيوهم كاملين معلومات حنا نبارطاجيوهم معاكم خوتي.